بقول يا اهل الادب بالادب هحكي لكم موضوع. حصل لي بقى كلامي مقبول بقى ومسموع، ونمشي بعدل الله ونمشي بعدل الله، وبشرعه لنا مشروع، وكل واحد منا يلزم حدود الادب. وانا دلوقتي هقول عالسبب، دانا 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 دانا، انا دلوقتي هقول عالسبب لتأليف هذا الموضوع. من نسمعوا نظم القصة الدنيا دي حكاية وقصة، من نسمعوا نظم القصة ده الدنيا دي حكاية وقصة، وكل واحد له قصة، واللي مالوش يقولولي مين من اللي عاش عمره خالي وسعادته دامت طوالي، من اللي عاش عمره خالي وسعادته دامت طوالي. بسأل وجاوبه على سؤالي، بسأل وجاوبه على سؤالي، من في الدنيا مرتاح مين، من في الدنيا مرتاح مين؟ دنيا غريبة بأحوالها هتخلي حاجة على حالها، دنيا غريبة بأحوالها ما تخلي حاجة على حالها. لو قسنا عرضها مع طولها، لو قسنا عرضها مع طولها، نهايتها قبر مقاسه مترين، نهايتها قبر مقاسه مترين. ياللي انت مغرور بالدنيا، ياللي انت مغرور بالدنيا، نسيت يا اخ الدنيا فانية، ياللي انت مغرور بالدنيا، نسيت يا اخ الدنيا فانية، العمر بيعدي في ثانية وكلنا منا مسافرين. الراجل ابو الاولاد اسمه ايه؟ اصحى معايا، اسمه الشيخ علوان. ومراته اسمها ايه؟ زوجته اسمها روحيه. طبعا الحريم بنصف عقل بس، الوليه ديت ايمانها كده نص ونص، 50%. انا قلت الراجل ده بيشتغل اجير عند الناس، راجل طيب، ما حلتش من دنيا الا صحته. الشيخ علوان فرحان بأولاده، والأولاد أمانة، كل واحد يخلي باله من عياله. اسمع يا سيدي، بقول بنتك وابنك أمانة، وانت بقى المسؤول. بنتك وابنك أمانة، أمانة أمانة، وانت بقى المسؤول. دلع وربي وكن في الوسط معقول، خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، وكل شيء نقصور.
وإن كنت عايز عظة اسمع لبوابي، وكل راجل حسيس بيدرك معاني القول. خصوصا بنتك، الولد ماشي ينام بره زي بعضه، يمشي النهاردة زي بعضه، لكن البنت لا. بنتك وابنك أمانة وانت بقى المسؤول، دلع وربي وكن في الوسط معقول. غير الأمور الوسط وكل شيء 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 وكل شيء كل شيء نقصور. وإن كنت عاوز عظة اسمع لي إن كنت عاوز عظة اسمع لي موالي، ده كل راجل حسيس بيدرك معاني القول. كان في راجل يا إخوان طيب قوي من أهل زمان، واسمه كان الشيخ ألوان، مؤمن محافظ على الصلوات، مؤمن محافظ على الصلوات، واسم زوجته روحية إيمانها 5%، واسم زوجته روحية إيمانها 50%. خلف ولد وبني سموهم خير وجنة، سموهم خير وجنة، بعد صبر سند وسني 30 سنة صبر نرضي، من بعد صبر سند وسني 30 سنة صبر نرضي. 7 ماتوا بنت وبني، واللي عاش خير وجنة، اللي عاشوا خير وجنة. الأب قال دي إرادة الله، والأم قالت قدر الله. الأب قال دي إرادة الله، والأم قالت قدر الله. واللي بيصبر رب معاه ويعوض له كل ما فات. الراجل فرحان بأولاده، واد ابنه دخل المدرسة في التعليم، وبنته بدأت على وش جواز، فبيقول لها روحي أزوجتك؟ قالت له نعم. قال لها الحمد لله، الظاهر ربنا هيعوض صبرنا خير. احنا عايزين نبدا نجهز للبيت، والواد اهو بينجح كل سنه وبيطلع من الاوائل خير، اللهم لك الحمد يا رب. علوان فرحان،
بيقول ايه؟ بيحمد ربنا. اسمع وصلي على النبي. الوان فرح واتأنى وقال جزاء صبري ده انا عشت صابر. انا عشت صابر مسلم للاله امري ولما اراد الكريم يكبر باب خطري يعوضني كل ما راح وقلبي قلبي الحزين ارتاح والدنيا بقت افراح وحلوت سنين عمري. صباحيت حياتنا غنى وتفاري والدنيا بقى طعم شربة. امري لك يا ملك امري انت عليك تكبر خاطري. امري لك يا ملك امري انت عليك تكبر خاطري. لاجل النبي تخلي لي خير وتخليني كمان وجنا دعوة أجابها إلهي الكون اللي بأمره كن فيكون. ولا خافية تخفى عليه في الكون سامع ومجيب كل الدعوات وحد. عشق النبي صلى عليه. الراجل بعد صبره المدة الطويلة دي كلها والفرح بيكون عاقبته الحزن. ليه؟ الإنسان ما يفرحش بالخير ولا يزعل على الشر
لأن كل شيء بيد الله. علوان فرحان ومتهني بيقول جزاء صبري. أنا عشت صابر مسلم للإله أمري، ولما أراد الكريم يكبر بقى بخطري، عوضني كل ما راح وقلبي الحزين ارتاح، والدنيا بقت أفراح وحلوة سنين عمري. بيقول ايه؟ صبرنا ونولنا صحيح، احنا اللي طول عمرنا مجاريح، صبحت حياتنا هنا وتفريح، والدنيا بقى طعمها شربات. خيري جاي في يوم من الايام من المدرسة اخر النار، شايل شنطته في ايديه ومروح على بيتهم وماشي. فلا اخته بتلاغي شاب كده واقفه. حاضر. قالت له ابدا، انا كنت بجيب طلب لوالدتك ومروحه على البيت، ده هو اللي قابلني وبيكلمني بيقول لي كده. قلت له مفيش. طب روحي قدامي ثلاث اربع تقلام، وراحت سايباه وماشيه تجري، واخوها طلع وراها جاي على البيت. خبط على الباب، خبط على الباب، فتحت امه. مين؟ اول ما دخل قال لها فين ابويا؟ نعم فين ابويا؟ قلت له ابوك نايم جوه يا ابني تعبان شويه. قال لها صحيت. الراجل صحي من النوم، في حاجة يا ابني؟ قال له يابا انا قلت لك من زمان ما تخليش اختي تخرج، لان جرح الشرف غالي يا بابا. انا بقول البنت امانة يا بابا، وما تعوز اي طلب ابقى استنى لما ارجع من المدرسة وبقضلك كل طلبات البيت. ما يصحش يا بابا كده. قامت امه قالت له يا سلام يا اخويا، انت عايز تطلع لاختك سمعة ولا ايه؟ ده ما انتش فاهم ان المثل بيقولك في القربة على فمها بتطلع البنت لامها. اما الراجل قال لها طب بس 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 بس، الواد له حق في الكلام اللي بيقوله، وانت الاخر بتشجعه على كده؟ انت عايز تفضحنا لو بنتك؟ البنت هتمشي على مزاجها وكيفها. انا هنا راجل البيت، انا هنا الكلمة كلمتي. اها خيري سكت، هيعمل ايه في البيت؟ مالوش رأي والامر مش بيدي. سكت قوام خيري دغري، هيعمل يا بابا ايه؟ في البيت ملوش رأي والأمر مش بيدي. طفش وفات البلد
قبل الملام ما يزيد وقال الغربة والتشريد قال الغربة والتشريد ولا العار وأبي علي اسمع ومرت سنة واتنين وخير مالي ايوب والبنت زادت قوي في الخلايا فوق لا حول ولا قوة إلا بالله كل واحد يوعى البنت ولعب الشيطان لعبته وتنفذ المكتوب أبو طبع معيوب بيجيب العلي أمه وأبوه وشهر والتاني والتالت أعراض الحمل على جبالك وشهر والتاني والتالت أعراض الحمل على جبالك الناس عليك يا مقالك عملت لي كده يا وجنة وصل الكلام دغري لأبوك حس إنه كان ظالم أخوك وصل الكلام دغري لأبوك حس إنه كان ظالم أخوك بقى وعمل دكتور ودوجة قال له دي صبحت في الستة بجيبه سكينة شايلجة فقد الوعي وهو جدلجة بجيبه سكينة شايلجة فقد الوعي وهو قتلجة في ثواني كان أنهى أجلجة قامت المباحث في لحظات والدم لسه نازل يجري وهو واقف ما بيجري والدم لسه نازل يجري وهو واقف ما بيجري قبضوا عليه في الحال دغري وكان جزاؤه 5 سنوات
رشق السكينة في بطنها، نزل الدم يجري منها. الدكتور بلغ عن الحادث لأنه في العيادة قبضوا عليه لسه على ذمة التحقيق. أنا قلت في قصص كتيرة اللي بيحط رجله مطرح المنعاص بيطعز زيه، واللي بيصاحب راجل جدع بيبقى جدع، والبنت برضو اللي بتصاحب واحدة كده وكده لازم تكون زيها. في البلد راجل من الجيران، جيران الشيخ علوان، لما علم بالموضوع واللي جرى البنت الشيخ علوان والراجل دخل السجن فشك في بنته، قال البت بنت سميحة كانت بتمشي مع بنت الشيخ علوان وابنات، هيعمل ايه الراجل ده بقى يا ترى الاخر؟ اسمع اسمع يا سيدي. حصلت حادثة من نوعها لوحدة صاحبتها وبنفسي أرضاها. وبعد جاب أيام حصلت حادثة من نوبة لوحدة صاحبتها وبنفسي أطباغة وبنفسي أطباغة سميحة، وبرضو كان أبوها مدلاغة، وبعد دور وجنات شك في جواب لقى نفس الحكاية تمام بالسم والضاية. عشان خاطر أشمون والصمادين والمنوفية جميعا والمنيرة حبايبنا والقناطر والحاضرين من كل حفل وشطنوف عينيا. أنا جسمي تعبان وعايز أروح خمسة. على التلاجة يا شيخ محمد، أنت حلو ابن حلو. أشمون بتمشي عليكم ليه؟ شركة النصر بتاعتكم بتمشي عليكم ليه يا شيخ محمد؟ يا عيني يا شباب عمسي. Thank you.
الراجل الشيخ والوانه هو في الشك. تحول ليوم الجلسة فحكم عليه القاضي بحكم 5 سنوات. دخل نفس السجن يا هو، والجورنال بيلف يا هو في كل حتة، الناس يقروه. خيري أرى الجورنال وهو طفشان بره، وشاف صورة أبوه والحادث اللي حصل لأخته، فبكى وقال آه لازم أروح بيتنا. خد بعضه من سفره يا أسيادنا ورجع على القرية على طول. أول ما وصل القرية وصل بيتهم وبيخبط على الباب. قاموا الجماعة الجيران، الراجل اللي سمى بنته خرج كده وقال له مين؟ خيري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا يا ابني تعالوا. اتفضل. قال له أمال فين أمي؟ قال له والله يا ابني جالنا خبر مشين دلوقتي إن أبوك توفى داخل السجن. فراجلين خدوا بعضهم وتوكلوا على الله علشان يجيبوا جثة والدك ويدفنوها وامك ذهبت للسجن. فبكى وقعد في بيت جارهم يقول ايه على ابوه. يا عم الحاج تعرف تقصيلي القصة بالظبط واللي حصل؟ قال له يا ابني مكتوب، والمكتوب ما منوش هروب. فخيري راح على باب السجن شاف جنازة ابوه قبل ما يخرج من السجن، فبكى وقال ايه اسمع، بيقول الله يرحمك يا ابا العز ربتني وشقيت عشاني كتير كتير.
ابنك ولا بنتك واللي يعيب تحسبه تبقى صمت عرضك وعلم ان بيتك عنوان لك وكرامتك. دي الحكايه واخر الدلع البنات. يا ما قلت لك يا بابا رب وادب وجناك يرحمك الله يا بابا ويسامحك يا وجناك. قامت امه بتقول له معلش انا اللي ما سمعتش كلامك يا ابني، انا الغلطانه لك يا ابني كده يا امه، مش انت اللي قلت سيب البت بمزاجها يا امه، انت السبب في موت ابويا يا ماما. قالت له معلش يا ابني، دفن ابوه بعد انتهاء ليله العزاء، قالوا لله البقاء. بعد انتهاء ليله العزاء قالوا لله البقاء، حي بقي بعد الفناء، حي بقي بعد الفناء، واحد كريم وقدير في غناه. بعد ما دفن ابوه وعمل له المقدم بتاعه الناس بدت تواسيه، فالواد عنده دم وعنده حرية. ماما ماما ياما 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 قالت له نعم يا حبيبي. قال لها لا يمكن اقعد في البلد، هتسيبني لوحدي بعد ابوك واختك. الله يرحمك يا علوان، ما ورتنيش في يوم من الايام ولا قلتليش كلمه تزعلني. قال لها تسمعي كلامي؟ قالت له انا من ايدك ديك يا ابني الايدك دي. قال لها نبيع البيت. نبيع البيت؟ نبيع البيت ونسكنه فين يا ابني؟ قال لها انا ساكن في بلد، البلد دي بعيد شويه، لان كل ما هخرج وهدخل عليك الناس هيقولوا شوفوا اللخت وحصل منها وحصل منها، وانت عارفه ياما ان كلام الناس جراح. قالت له زي ما تقول يا حبيبي. باع بيت ابوه وقبض المال وخد امه وتوكل على الله وماشي. يا ملك بالشعاب ديني عالبر التاني معاك، اعمل معروف واديني لحبايب قلبي هناك. يا ملك بالشعاب ديني عالبر التاني معاك. وانا خدني الشوق خدني الشوق اعمل معروف، وحشوني حبايبي وخلان عندك يا طاغا يا غال، وحشوني حبايبي وخلاني عندك يا طاغا يا غال. يا مراك في الشوق 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 عديني. وعلى جسر البحر وجد راجل معداه ومعه مركب صغير عدى في البر التاني. قال
وخد اخته وخد والدته. بعد ما عدى البر التاني خد امه وقال لها ايه رايك في البلد دي؟ ادي البيت اللي انا ساكن فيها. قالت له يبقى نشتريه بقى يا ابني. قال لها هنكلم صاحبه. صاحبه مين؟ صاحبه راجل طيب اسمه الشيخ حسان. يا عم الشيخ حسان. قال له نعم يا خير. ممكن تبيع لنا البيت؟ لان احنا بعنا بيتنا في البلد وجبت والدتي هنا. قال له الله انا كنت سامع انك لك اب ولك اخت اسمها وجنات. قال له والله على ما روحت البلد لقيت ابويا مات واختي ماتت. ماليش حد الا امي فانا جبتها معايا هنا. قال له يا سلام عشان خاطرك وخاطر امك البيت لك بنصف المال بنصف الثمن. كتب عقد البيت وبعد سنة مرت وشهور دخل بيته ده مية ونور. وبعد سنة مرت وشهور دخل بيته مية ونور وعاش في وسط الناس مستور. وعاش في وسط الناس مستور بس تعقد من البنات مع انهم كانوا فقراء الحال لا اطيان يملك ولا مال. مع انهم كانوا فقراء الحال لا اطيان يملك ولا مال. الرزق من عند المتعال جاع العباد يا ناس درجات غلبا يا ما راح ترحي مرة يعبي ومرة يشي. غلبا يا ما راح ترحي مرة يعبي ومرة يشي. ومن جبينه عرقه يسيل وام رخرى دايخة معاه. حسان اللي باع لنا البيت عنده حتة بنت جميلة قوي وانا نفسي افرح بك بقى في يوم من الايام عشان ارتاح. خيري قال لامه ايه؟ اسمع معايا وصلي للنبي. اما قالت له نعم. قال ياما بعد اللي كان ازاي راح ادي الوحدة امان. قال يا امي بعد اللي كان
ازاي راح ادي الوحدة امان؟ انا حر يما ومانش جبل، انا حر يما ومانش جبل، انا متعقد من البنات، انا طول عمري بقول يا جواز لو العروسة هتجيني بجهاز، انا طول عمري بقول يا جواز لو العروسة هتجيني بجهاز، انا حلو كده عايش ممتاز، انا حلو كده عايش ممتاز، انا حلو كده عايش ممتاز، لا مشاكل ولا خد ولا ها. ليه يا ابني انت متعقد بالبنات ليه؟ عشان موضوع اختك باللي كان يا ابني ما تكون مهموم. اوعدني يا ابني بقى من يوم تغير رايك في البنات، انا وليا كبرت في السن ونفسي بقى يجي اليوم اللي مراتك تخدمني يا خيري. شوف الوليه بتبكي وبتقول لي خيري ابنها ايه؟ اسمع، وفي يوم من الايام قالت يا ضنايا ريحني رفض الزواج ليه؟ ليه 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 رفض الزواج ليه؟ رفض الزواج ليه؟ قول لي صارحني، قول لي صارحني، قال نسيت ياما الماضي اللي جارحني، اجيب منين طلبي وفين هي؟ قال هذا البنت بقت بجواها ماشية لي يمدي. طيب يا ابني مش تختبرها؟ ما يمكن تطلع بنت حلال وبنت ناس طيبين. حاضر، هو كده والله العظيم ثلاثة، هو كده. قال لها يا اما البت بنت الشيخ حسان اللي باع لنا البت دي، البت ديت ما بتحبنيش انا. يا ابني انت بعد ما بتخرج بتيجي تغسل لنا الهدوم وهي اللي بتطبخ لنا الطبيخ؟ قال لا يا اما ده بتحبه كل ما بتخليش. يا ابني يا البت كده بترمي الشبكه الناحيه دي والناحيه دي واللي يقع في الشبكه يبقى هو. قال لها لا يا اما لما يقيني الاوان ان شاء الله انا هتجوز، ما توقعنيش في واحده بقى يجرى لها زي ما جرى لاختي. شوف النصيب بقى، شوف لما ربك يريد بالسعاده مش عايزه حاجه. خيري كان بيشتغل عند راجل في اليوم ده في الغيط وتعبان وشايل الفاس، ساب التعليم بقى طبعا، ولجع اخر النهار بعد العشاء تقريبا وماشي انقذ صبيه من يد شاب طاغي عنيد، بنت جميلة أو ولد من الشباب ماسكها ومدخلها الغيط وأراد يفعل بها المنكر. تو ما شاف خيري جاي من بعيد أنفر في لحظات. وفي يوم من الأيام على الطريق ماشي ومسرع الخطوات، من جوه غيط
فسمع يا بابا الصرخات. من جوا غيط العصب سمع يا بابا الصرخات. انقذ صبي يا جميلة من شاب طغياني. انقذ صبي يا جميلة من شاب طغياني. شاف خيري جاي من بعيد أمفر في لحظات وقال لي هقولي بصراحة وقال لي هقولي بصراحة وقال لي هقولي بصراحة وما تخافيش قولي بصراحة. إيه اللي جابك بصراحة؟ ايه اللي جابك بصراحة؟ من جوا زرعي زرعي الغيط. قالت له انا مداحة ماشية انا سواحة. قالت له ده انا مداحة قالت له ده انا سواحة وبشتغل انا مداحة والدنيا يابا ما فيها راحة. الدنيا قاسية على الحلوين. قالت له انا بمدح في حضرة النبي. طيب هو اللي بيمدح في حضرة النبي يجري ورا الشباب وينزل معهم الغيطان؟ قالت له انا كنت مروحة بلدنا والشاب ده لما قابلني عمل انه طيب وخدعني. لولاك لكان حيموتني لولاك لكان حيموتني. العمر بقي له اوان وساعات الشاب ده لما قابلني الشاب ده لما قابلني عمل انه طيب وخدعني. لولاك لكان حيموتني والعمر بقي له اوان وساعات. الله طب تعال تعال تعال. اروح فين يا عم؟ هتيجي معايا وانا هطلع من عالي الاقي ضحضيره. عايز مني انت راخر؟ قال لي ما تخافيش اللي يخون العيش هينحرق في نار جهنم. انا معايا امي وهتباتي معانا لحد الصبح. خدها بيته وأول ما دخلت قاد النور في بيته شافها على جمالها الحقيقي. قامت أمه قالت له ولا إيه الجمال ده كله يا خير؟ جايب البتيل منين؟ قال لها بتمدح في حضرة النبي وكان الموضوع بتاعها كذا وكذا. أنا جاي بالليل شفتها في قلب زرعة الغصب القصب بتصرخ فدخلت الغيط لقيت ولد شافني جاي داخل الزرعة قام فر دغري ما شفتوش. لولايا يا ماما لكان عرضها هيروح. قالت له ما يمكن يا ياد السهم نفر. قال لها يا ماما انا حكشف عليها عنده طبيب لو كانت بختم ربها يبقى الفقر ما هوش عيب يا ماما لازم اتجوزها.
تاني يوم كشف عليها عند الطبيب قال له ده سليمة 100%. اسمك ايه؟ قالت له اسمي سماح. فقال سماح يا اهل السماح. شوف اللي عمره ما حب. عمره ما حب. اللي كان كاره الزواج حب البنت حب بجنون. الناس قالوا له ده فقيرة سماح، دي فقيرة يا خيل. قال انا حشيلها جوه العيون. شوفوا اللي عمره ما حب في الحب بقى مجنون. ما خد سماح بيته وقال انا بيها مفتون. الناس قالوا له فقير، الناس قالوا له فقير، الناس قالوا له فقيرة. ما قال حشيلها جوه عيون. هو الفقير يا ناس مش برضو جاي من طين. من فرحته بيك قال يلا هاتوا المأذون. كتب الكتاب يا اخوان القاضي بالإحسان. كتب الكتاب يا اخوان القاضي بالإحسان على سنة العدل طال رسول الله احمد رسول الله. كتب الكتاب على سماح حملت منه. طب ينصح بيقول نصيحة مني البنت اليوم فلاحة بقى او درس علوم. اوعوا الشيطان يغويكوا في يوم وخافوا من رفع السماوات. البنت الحرة الشريفة بتبان والوحشة بتبان ازاي. اسمع خيري بيقول لك ايه، صل على الرسول. بيقول ده البنت الحرة الشريفة بتبان في خطوتها تمشي بشهامة وأدب وذوق في كلمتها ورأس مال الصبي. شرفها وسمعتها ويا ميت ندامة على عيبة بتعر عينتها. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اكرمنا ربي والنبي لاجل النبي. استمعتم الى هذه الوصلة الاولى اذعناها عليكم من اذاعة جمهورية مصر العربية
ونقلناها لكم من المنيرة مركز القناطر محافظة القليوبية. استراحة قليلة حتى نشرب الكوكا كولا وتستريح الحنجرة من الخنشرة. علق عشنا يا سادة واستمتعنا بالوصلة الأولى الذي قدم لنا بلبل الساحات الأحمدية وصاحب الحنجرة الذهبية ومطرب إذاعة جمهورية مصر العربية وهو فضيلة الحاج محمد أحمد العزب. العنوان كفر العرب مركز بنها اليوبيه.